السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أول مرة تتفرجوا على فيديوهاتي أنا نهال، وياريت تشتركوا معايا في القناة وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد قبل أي حد. ولو عجبكم بقى الفيديو ده ما تنسوش اللايك. النهاردة إن شاء الله نعمل وصفة لحمة كده في طاجن حلوة قوي. نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهم حاجة طبعا في قطعة اللحمة اللي هتجيبيها اللي هتعمليها طاجن لازم تكون فيها دهنة، ما تبقاش لحمة حمراء، تبقى ملبسة كده. هناخد بقى اللحمة اللي احنا جايبينها ايا كان بقى هي قد ايه، نص كيلو، كيلو، ربع كيلو، براحتك بقى. ونحطها نحط شوية سمنة كده في حلة على النار ونسيبها تسخن كويس قوي، وننزل بعد كده باللحمة بعد السمنة ما تسخن واحدة واحدة عشان ما نبردش الحلة واللحمة تنزل ميتها. لازم تسيبيها تسخن كويس وننزل حتة بحتة كده عشان ايه تتقفل معانا المسامات بتاعتها كويس وما تنزلش مية. بعد كده نحط معلقة فلفل اسود معاها كده، ومعلقة صغيرة كده من توابل اللحمة. بصوا توابلها بسيطة خالص وسهلة، بس النتيجة بجد تحفة، لازم تجربوها. ونقلبها كده بقى لحد ما عايزاها تحمر، بس مش عايزاها تحمر قوي، يعني تبقى لونها فاتح عشان ما تبقاش في بعد ما نحمرها تبقى غامقه، بعد ما نسويها تبقى غامقه، يعني لونها يبقى فاتح كده الذهبي الحلو. بعد كده ننزل بالبصل، يعني مقدار اللحمه نفس مقدار البصل، يعني لو هتجيبي نص كيلو لحمه تعملي نص كيلو، يبقى تحطي نص كيلو بصل. كل ما هتكتري البصل هيديها طعم حلو قوي. بعد كده نحط رشه صغيره من الحبهان الباودر، ورقتين لورا، بس كده دي التوابل اللي عندنا. ونسيبها بقى نغطيها على النار ونسيبها ايه تستوي براحتها. نيجي بعد كده هنعمل عجينة، دي هنحطها على الوش هتبقى حلوة قوي، فكرة حلوة وجديدة وان شاء الله هتعجبكم. العجينة عبارة عن كوباية دقيق ومعلقة خميرة، نص معلقة صغيرة ملح، ماشي. وعندنا بيضة جبناها فصلنا الصفار عن البياض واخدنا البيض، وهنسيب الصفار على جنب، وهنحط نص معلقة سكر ونعجن باللبن. كل ما هنحس ان هي محتاجة نحط لبن، ونحط مكعب زبدة صغير كده هنعجن بيها. بصوا على النار بقى اللحمة شغالة اهوت، كل شوية نقلب منها، اهم حاجة نوطي عليها النار كويس او هي هتنزل مية بقى. بعد ما عجننا بقى العجينة بالشكل ده هنسيبها بقى تخمر كده، نغطيها ونسيبها ترتفع براحتها بقى لحد اللحمة بتاعتنا ما تستوي. اللحمة بقى لو حسينا ان هي عايزة مية نشفت ممكن هنحط، بصوا اقل من ربع كوباية، مش عايزين نغطي اللحمة بالمية، يعني نقطة صغيرة كده حبة بحبة، كل شوية كده نسخن مية. اهم حاجة طبعا المية تكون سخنة اللي هنحطها عليها، تكون مية مغلية، نحط شوية بشوية، كل ما تحتاج نحط تاني، ما نغطيش خالص. هو يعني زي بقى نظام كباب الحلة كده بالظبط، هو بيتعمل بنفس الطريقة. ونغطي عليها، اهم حاجة النار قلت لكم تبقى واطية، هتديكوا نتيجة حلوة قوي. تستوي بقى اللحمة براحتها. بعد ما تتأكدوا ان هي استوت نحط بقى الفلفل والطماطم، فلفل اخضر بقى كده، عايزين تحطوا حراق براحتكم اللي انتوا عايزينه بقى، ما بتحبوش الحاجة سبايسي حطوا فلفل عادي، وطماطمية كده نقطعها ترنشات ونحطها عليها، ونحط معاهم ربع كوباية مية عشان دول بقى هنحطهم في طاجن في الفرن، فعشان ايه يبقى فيها تبقى جوسي كده وحلوة يعني. بعد كده هنجيب بقى طاجن فخار او مثلا بايركس او اي طاجن عندك عايزة تستخدميه تشتغلي فيه براحتك. ما ننساش بقى ان احنا محطناش الملح طبعا في الاول عشان اللحمة تستوي، فحطيناه دلوقتي، هي خلاص كده استوت، فعشان كده بقى حطينا الملح. بعد كده بقى نجيب الطاجن دوت هنحط فيه بقى اللحمة بتاعتنا بعد ما استوت بالشكل ده. حابين تحطوا بطاطس معاها، مكعبات صغيرة كده تقطعوها وتحطوها معاها براحتكم، اي خضار انتوا عايزينه هيبقى حلو برضو قوي، بس انا عاملاها سادة بقى المرة دي كده، وان شاء الله يعني يعجبكم. نجيب بقى العجينة بتاعتنا ونبططها كده بعد ما خمرت، كل ما هترقرقوا العجينة دي هتدي يعني هتبقى مش حلوة قوي، ولا نرقرقها ولا نخليها تخينة، نخليها يعني معقولة كده تغطي الطاجن بتاعنا.
وكل نغطي بقى بيها الطاجن كده، نقفلها من الجناب كويس. كل ما جبته طاجن يكون صغير والعجينة دي تلزق عليه كده على اللحمة من فوق كده، هتدي العجينة طعم أحلى بكتير طبعا من ان هي تبقى ايه لفوق بس كده. بس هو كده بقى، هو ده اللي كان موجود عندي بصراحة، فانا عملت فيه بقى. هنجيب بعد كده بقى البيضة، صفار البيضة اللي عندنا، ونحط عليها نقطة صغيرة قوي من الخل، مش هيبان طبعا فيها. وندهن بقى الوش ده كويس قوي، لان ده اللي هيديها بقى اللون الاحمر الجميل ده. على فكرة عيش بسم الله ما شاء الله يعني طعمه حلو قوي بجد والله. يعني بص نغمسه بقى بالخضار باللحمة دي، ويا سلام لو ده طاجن بامية بقى وتعمله نفس الحركة دي في طاجن بامية كده، هيعجبكوا قوي. جربوه وان شاء الله هيعجبكوا، وتقولولي رأيكوا بقى فيه ايه. زين بقى الوش كده بحبة البركة او سمسم، اي حاجة بقى انت عايزاها او اي حاجة موجودة عندك. نحط عليها بقى كده حبة البركة، طبعا فيها فوائد كتير قوي وبتديها شكل حلو يعني. ده بقى لو عندك عزومة تعمليه كده وتحطيه على السفرة زي ما هو كده، وتفرجي بقى على شكله بقى. حطه بقى في الفرن بقى، يعني مش هياخد كتير، نص ساعة او ساعة كده، لحد ايه العيش ده ما يستوي كده بالمنظر ده، ونطلعه على طول، لان طبعا كل حاجة مستوية جوه. بصوا بسم الله ما شاء الله، يعني بسم الله ما شاء الله بجد طعمه حلو قوي وهيعجبكم، لازم تجربوه. فاتكم كتير بصراحة لو ما جربتوش الوصفة دي. نفتح بقى العيش كده، بسم الله ما شاء الله. بصوا المنظر من جوه شكله ايه، والعيش كمان بصوا هش وجميل وطري وحلو قوي ازاي، ومستوي طبعا. تقدميه بقى على السفرة بالمنظر ده وبالهنا والشفا، مع شوية رز أبيض كده طعمه حكاية بقى. ومش لازم رز، عندنا العيش اهو. بصوا اللحمة، قطعة اللحمة أصلا دايبة بقى، وطعمها جميل قوي وريحتها حلوة كمان. يا رب بقى الوصفة تكون عجبتكم كده، وتعملولي لايك، وكمان تفعلوا الجرس بقى عشان يوصلكم كل جديد. لسه في وصفات كتير إن شاء الله هنعملها. وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم عليكم جميعا، والسلام عليكم.